كان بعض المشاركين يعني علقوا على فكرة إعادة تدوير الدمار المدني اللي حضرتك طرحتها، وكان يعني واحدة من المشاركات قالت إن هي بتعتقد يعني إن إعادة تدوير المباني إنشائها من جديد مكلف أكثر من تنظيف المكان وبناؤه من جديد بموارد جديدة، فهل ده صحيح أو ممكن حضرتك توضح لنا أكثر؟ كلام صحيح مظبوط. احنا لما اتكلمنا مع اخواننا في بلديات غزة، فالكلام ده فعلا كلام صحيح، لكن انت بتحط سيناريوهات مختلفة. في سيناريو ان هيسمح بدخول كل المواد الخام، فساعتها مش هيتعمل اعادة تدوير بمعنى ان احنا نقعد ان احنا نستخدم حاجات بشكل مباشر، لا، ممكن ان يتم يعني معالجتها وتتحط في البحر، او يتم معالجتها واستخدامها في الرصد، لكن بفرض ان لم يتم السماح بدخول مواد معينه. لان حصل قبل كده ان هو سمح بدخول بعض المواد وبعض المواد لا، فقدام العالم ان هو دخل كميه كبيره جدا جدا من المواد، والناس كتيره شايفه كاميرات ان الحاجات داخله وعربيات لكن هو مدخل اجزاء ما تكملش الخلطه، يعني مدخل مثلا رمل واسمنت لكن مش مدخل حديد، فانت مش قادر تبني. يعني بيروح جاي على عامل معين ويعجزني بحيث ان انا ما اقدرش ابني. فبلدية غزة قال لك لو تم السماح بدخول كل المواد خلاص مش هنلجأ لإعادة الإعمار، لا مش هنلجأ سوري مش هنلجأ لإن احنا نعمل إعادة تدوير بشكل مباشر، لأن هتبقى تكلفة كبيرة جدا، التكلفة هتبقى. إنما لو لا قدر الله ما عرفناش ندخل المواد أو في مشكلة في المواد، ففي أفكار كتيرة جدا إن احنا نعيد استخدام المواد الحوائط والحديد، وان احنا نستخرج كل المواد اللي احنا بنبيعها تاني. فلازم نكون شغالين على السيناريوهين، يعني احنا بنصمم اي حاجه لازم تفترض كذا وتفترض كذا. يعني احنا مثلا في اسلوب شفناه مثلا في احد المصانع للبناء، فقلنا له لو دخل حديد قال لك اقدر اطلع مثلا 5 ادوار، ما اقدرش اطلع اكتر من كده، لان لو لا قدر الله الكهرباء قطعت هيبقى في مشكله في موضوع السنسورات. طيب لو ما قدرش يدخل حديد خلاص هيبقى اقصى حاجه لينا بالنسبه لنا 3 ادوار، فلازم بنفكر في الاثنين. يعني بعض المشاركين بيسألوا يعني إذا ما كانش ليهم تخصص أصلا في المجال المعماري وحابين يشاركوا في نقطة إعادة الإعمار، كمان يعني في واحدة من المشاركين في لقاء اليوم كانت طرحت إذا في محاور زي مثلا التعليم عن بعد أو توفير مساحات عمل حر، هل ممكن إضافتهم ضمن بنود حملة إعادة الإعمار فيبدأوا البحث فيهم كمشاركة؟ مفيش اي مشكله خالص. لو اي حد حابب ان هو يطرح فكره يطرحها، والاول ما نلاقي ناس مثلا عايزه تناقش الموضوع هنبدا نفتح لها زي قسم خاص بيها ونبدا ان احنا نناقشها. موضوع التعليم عن بعد ده حاجه اساسي، لان الكيان بيستهدف رقم واحد الجامعات، يعني الحاجات النسب المباني اللي اتدمرت 100% جامعات، لم تبقى اي جامعه موجودة، لأن هو عارف إن الجامعة دي بالنسبة له خطر. زي ما قلنا الفيلسوف الصهيوني بيقول إن الفلسطينيين انتصروا علينا في الجامعات وفي غرف النوم عدد السكان، فهم بيستهدفوا الجامعات. فالحل إيه اللي موجود؟ إن لازم يكون في تعليم أونلاين، وفي كذا مبادرة شغالة في الموضوع دوت، ممكن إن إحنا نتعاون معاهم أو إن إحنا نجمع الأفكار ونبعتها لهم. المهم إن دي حاجة أساسية، يعني زي هرم واسلو كده، ان في اساس الانسان اللي هو الاكل والشرب والاطمئنان، بيتضاف عليها التعليم، وبيتضاف عليها حاليا اخر حاجه اضاف عليها الكهرباء والانترنت. فلازم لازم يكون في حلول للتعليم اونلاين. لو حد طرح فكره وعايزين نعمل لها قسم مفيش مشكله، بس احنا مش عايزين نعمل اقسام وتفضل فاضيه، فنبدا ان شاء الله نفكر في موضوع التعليم اونلاين. وفي دكاتره كتير مصريين واردنيين وكذا دكتور لما طرحت الفكرة كلهم رحبوا، يعني ما يقارب من 500 دكتور أبدوا سعادة إن هم يدرسوا مجانا في أي قسم يطلب فيهم إن شاء الله. فالخير فيه وفي أمتي كما قال الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة. شكرا باشمهندس. هو بقي بس معنا سؤال أخير وبرضه موجه لحضرتك، يعني كان واحدة من المشاركات أيضا طرحت هل يمكن تضمين تصميم المنازل بما يشمل ملاجئ، يعني ملاجئ مقاومة للتفجيرات بكل منزل مع تصميم ملاجئ عامة للمدنيين بالشارع، يعني كما هو يعني مخطط عند في المناطق المحتلة مثلا عند الكيان الصهيوني؟
طيب، الكيان الصهيوني عمل موضوع الملاجئ دوت، حطه في القانون تقريبا سنة 1951 أو 52، يعني بعد الاحتلال بسنوات قليلة، كان من ضمن الحاجات الأساسية. هو مقسم الملاجئ لثلاث حاجات، يعني في ممات، دي غرفة محصنة داخل كل شقة سكنية، يبقى لازم يبقى عندك غرفة محصنة بحيث إن لو حصل حاجة تجري عليها وتستخبى فيها. وفي ممات دي يعني نقدر نقول تحت الأرض أو مكان للعمارة كلها، وفي مكلت، وده موجود في الشوارع، يعني لو أنت ماشي في الشارع وحصل حاجة تبدأ إن أنت تجري وتتجه للملاجئ. أكتر دولة عربية فيها الملاجئ هي لبنان. لبنان نتيجة الظروف فأصبح بقى شيء أساسي بقى فيه ملاجئ. وأكتر دولة على مستوى العالم هي سويسرا، رغم إن سويسرا يعتبر ملهاش علاقة بالحروب خالص، لكن هي أكتر دولة يعني عندها مراجع على مستوى العالم. وفي دلوقتي أثرياء كتير جدا بدأوا إن هما يتجهوا إن البيوت بتاعتهم يكون في ملاجئ يحصل فيها. الملجأ بيكون ليه شروط معينة، يعني ما ينفعش نقول على غرفة ملجأ وفيها شباك إزاز، لا أنت بتبقى موجود، ولازم يكون في وسيلة الاتصال، يعني ممكن يبقى عندك تليفون معين سايبه هناك بحيث إن لو حصل حاجة تقدر تتصل بالإسعاف، تقدر تقول لهم إن أنت موجود في الغرفة الفلانية وإن أنت لسه عايش، ويكون موجود فيها أنواع معينة من الأكل، يعني مش هينفع تحط حاجة بتبوظ، تحط حاجة مش محتاجة إنها تسخن، يعني يكون مخزن أنت أكل يكفيك فترة معينة، أسبوع مثلا أو حاجة زي كده. فالموضوع فكرنا فيه أكتر من مرة مع المهندسين، وكانت الفكرة إن هو يتعمل ملاجئ بس لازم ليها شروط معينة، يعني هي تبقى تحت المبنى بس يكون في يعني خرسانة بكثافة معينة بحيث إن تستحمل أي حاجة تلقى من الطيارات، لأن شفنا الصواريخ بتنزل على مبنى يعني يكون 5 أدوار، يعني تضرب 5 مثلا في 24 متر مثلا وأكتر من كده، يعني في بعض الحاجات وصلت ل 30 متر وتخترقها كلها، فأنت لازم يكون في عندك طبقة قوية تستحمل. ويتم الربط بين الملاجئ وبينها وبين بعض، ويكون في ربط يكون مش مجرد ممر ضيق، لا واسعة، يعني كأنك هتعمل جراج واسع تحت مثلا 20 مبنى مرة واحدة. فليها أفكار كتيرة ولازم نقعد نناقشها بشكل أفضل، لأن إحنا شفنا الحاجات اللي موجودة في سويسرا، وشفنا الحاجات اللي موجودة في الكيان، وشفنا الحاجات اللي موجودة في لبنان، وبنحاول نشوف أفضل حلول إن إحنا تتعمل. ويكون الملجأ دوت ممكن يبقى فيه مثلا مشروع معمول، يعني لو في وقت السلم نقدر ان احنا نستخدمه مثلا كمحلات او كمخازن او بس بشكل، لان لو حصل حاجه ما يكونش المخزن اتملى. يعني قبل كده كان في حادثه حصلت في مصر وبسببها اتغير قانون الحريق، ان هو لما حصل حريق في مول السلام في مدينه نصر، الناس كلها جت تجري على الباب، فجم باب الهروب بيدفعوا، فلقوا ان في ناس مخزنه الحاجات ورا باب سلم الهروب، فمش عارفين يدخلوا، فناس ماتت من الدخان. فلذلك احنا بنحاول ندرس افضل الحلول اللي تبقى موجوده بحيث ان احنا نتجنب المشاكل كلها ويكون امنه، ويكون مثلا لو حصل حاجه الناس تقدر تنقل من الملجأ ده في العماره دي للملجأ تاني وهكذا، لان الحاجات اللي بتلقى يعني حاجات محرمه دوليا وحاجات بتخترق الاسمنت بشكل حلو، فلازم تكون معمولة بشكل قوي، مش مجرد انها تعمل وخلاص، لا لازم يكون في طبقة قوية زي ما بيحصل في المطارات بيبقى في زي دشمة كده بحيث ان مهما حصل عليها ضغط بتزداد قوة مش بتتدمر. ففي ناس شغالة على الموضوع دوت، ويا ريت ان احنا نناقشها برضو على الجروب بتاع التليجرام ونوجد حلول، وممكن نكون واحد يعني سبحان الله لسه في الجامعة ويجيب حلول افضل مننا كلنا ان شاء الله. فان شاء الله نتعاون فيها بحيث ان احنا بنطور، يعني اوجدنا فكرة وواحد تاني يجي يطور فيها، وكذلك المباني الجاهزة برضو في ناس بتطور فيها لحد ما توصل، اول ما الحرب توصل يلا نبدأ ان احنا نبني الحاجات ديت، ويكون مفتوحة المصدر بحيث ان لو حد حابب يستخدمها في اي دولة ما نقدرش ان احنا نمانع، وربنا يستعملنا في الخير ان شاء الله. طب في حد بس بعت سؤال بيقول مكاتب غزة بحاجة لدورات في تصميم خرسانة المسبقة للإجهاد، في التليجرام نبدأ نحط الحاجات دي إن شاء الله، في دورات وفي دكاترة عندها استعداد تشارك بكل ما يقدر إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا يا باشمهندس، احنا تقريبا وصلنا لنهاية الأسئلة ونهاية اللقاء. قبل الختام بس كان نحب يعني اتفضل
اتفضل يا باشمهندس احمد. في بس يعني توصية كده صغيرة في السياق اللي كنا أفترض عليه دلوقتي، بخصوص إحنا وصلنا لإزاي لـ 48. بعت لكم دلوقتي كده زي رابط لفيديو على اليوتيوب بتاع دكتور خالد فهمي في غاية الروعة بصراحة. هو كان لسه يعني أقامه يمكن في أوائل أحداث قطان يعني. مهم تأسيسي قوي جدا في فهم الزاوية دي، البعد اللي كنا اتكلمنا عليه اللي هو ما قبل الانتداب والحرب العالمية ووصولها لفلسطين ازاي، وشرق الأردن كانت ايه، وأليمبي جه عمل ايه، والمندوب السامي وهكذا. فمهم ان مهم نشير اليه او يعني نبص عليه بشكل تفصيلي يعني. وأظن في حد في إدارة أفراز بيقول إن هم أوريدي يشتغلوا عليه على تحريره وهنشوءه قريب، فأعتقد ده هيبقى شيء برضه جيد، وده لا يغني عن الاستمتاع بسماع ورؤية المحاضرة نفسها، هي في غاية الروعة والأهمية. فأنصحكم بشدة إن أنتوا تشوفوا. شكرا يا باشمهندس، إن شاء الله نعممه على القناة العامة بإذن الله. قبل الختام بس يعني حابين نشكر مهندس أحمد عمر ومهندس عمر سليم ومهندس إبراهيم إيلان وطبعا دكتور أحمد عبد العظيم اللي غاب عن لقائنا اليوم. ونذكر سريعا بعناوين لقاءات دورتنا المباركة فلسطين والوعي العمراني. بدأنا مع دكتور أحمد عبد العظيم بلقاء حول عمارة الخراب الصهيونية والعمارة، وبعدها انتقلنا مع مهندس إبراهيم إيمان لتأهيل عمراني لإسرائيل، وبعدها كان لنا لقاء مع مهندس عمر سليم غزة العنقاء يعني إعادة الإعمار والانبعاث من جديد، وختمنا مع مهندس أحمد عمر بلقاء مفتوح حول عمارة القدس والأقصى وعمران غزة. ننوه أن يعني الدورة تضمنت مشروعي تخرج. الدورة هو اختيارين، يعني اختياريا المشروع الأول هو مشروع مشاركة في بند إعادة الأعمار مع المهندس عمر سليم، وتم عمل جروب تليجرام بالفعل، وتم جمع المشكلات يعني رفع واقع من غزة، والعمل عليها يتم العمل عليها حاليا إن شاء الله وطرحها ويتم مناقشتها على الجروب بإذن الله. والمشروع الآخر هو مشروع يعني مشاركة في كتاب تفاعلي مع المهندس أحمد عمر عن عمارة الأقصى والقدس وغزة. وننوه أيضا قبل نهاية اللقاء عن الاختبار النهائي، إن شاء الله يعني يكون الاختبار النهائي يوم الأربعاء القادم بإذن الله الموافق 4 سبتمبر إن شاء الله، ويعني اختبار بسيط بإذن الله. كما ننوه على لقاءاتنا القادمة، إن شاء الله يكون لنا لقاء مع أستاذ طارق خميس بإذن الله يوم الخميس القادم يوم 5 سبتمبر، وبعده إن شاء الله يكون لنا دورات قادمة بداية من يعني ان شاء الله اللقاء الاخير الدوره الاخيره من الاصدار الثاني لزاد الركن، وهي دوره الوعي العمراني، وشاركنا فيها ان شاء الله مجموعه من الاساتذه والمحاضرين الكرام، ان شاء الله يعني نعلن عن اسمائهم قريبا باذن الله، ضمن محاور عده يعني من المحاور الهامه للشباب. شكرا جزيلا لكم باشمهندس احمد عمر، باشمهندس عمر امام، عمر سليم، باشمهندس ابراهيم امام، ودكتور احمد عطاوي مشاركتنا ويعني مع اخيرا. بس انا كنت يعني ما اعرفش الحضور عارف ولا لا، بس حبيت يعني اعلن عن ده. هو دكتور احمد العظيم اللي هي ابتدينا معاه الدوره في عماره الخراب لظروف انشغاله الشديد في تحضير رساله الدكتوراه معاه، الوقت كان ضايق جدا يعني، وكان نفسه يعني يبقى موجود النهارده ولكن هو بيسلم اليومين دول يعني حاجه، فبيعتذر عن عدم حضوره، ولكن يعني ندعي له التوفيق فيما هو فيه. وحابب اشكر بصراحه بشكل شخصي مهندس ابراهيم امام، عشان انا مدرك ان هو برضو الفتره دي في المكان اللي هو عايش فيه كان يعني ازاي بينتقل وعنده انشغالات شديده، وكان الموضوع عنده تسليمات كتير، ولكن كان حريص بشده على حضور لقاء النهارده وعلى اقامه الدوره في وقتها، فمشكورا يعني. ومهندس عمر سليم احنا عارفينه طاقه كبيره في ان هو في البذل وفي ان هو يبقى موجود دايما وحاضر، وبسم ان شاء الله هو منتشر في منصات عده وموجود في كذا دايره من دوائر اعاده الاعمار، ربنا يستخدمه ويكون شاهد ليه ان شاء الله يوم القيامه. وسعيد بكوني احد ممثلي عين عمار من اجل انسان
بهذا التعاون الطيب مع أقراص، فنشكرهم على إتاحة هذه المنصة وهذه الفرصة لهذا الجمع الطيب من الحضور، وإن يبقى في مساحة إن احنا نتناقش في هذه القضية الهامة للغاية. وهنا بختم بالمعنى اللي قلت لكم عليه في نص المحاضرة يمكن نشير إليه في الآخر، ألا وهو ممكن يبقى كثير منا بيحلم أو بيفكر بفكرة الفتح الصلاحي، أو إن هو أين صلاح الدين وهيقوم صلاح الدين إزاي وهكذا، وهو شيء جيد. ولكن أعتقد واجب الوقت عندنا النهاردة مش إيجاد هذا النموذج، نموذج صلاح الدين، مش بنفيه، ولكن اللي بقوله إن صلاح الدين نفسه في خطبة الفتح من على منبر نور الدين اللي أشرنا إليه في المحاضرة اللي فاتت، وهو بيخاطب جنوده اللي فتحوا الأقصى وحرروها، قال لهم جملة في غاية الأهمية وأعتقد بتبروز محتاج كثير من حضراتكم يبقى شايفها بشكل رئيسي. يعني لما قال لهم أني لم أفتح الأقصى بسيوفكم ولكني فتحته بقلم القاضي العادل. هنا إشارة لإيه؟ إشارة للتأسيس والوعي والفهم العميق اللي أثروا أجيال من العلماء في هذه الأمة، الأمة اللي كانت سعد صلاح الدين يعني، اللي أوجدت هذه الخلاصة اللي كانت آخر حلقة فيها الفتح العسكري، ولكن الأصل فيها هذا الإدراك وهذا الوعي، القضية وأبعادها ومشكلتنا إيه كأمة وهكذا. فأنا في تقديري إن مشكورين أفراس وهذه الدورة بالمحتوى إذا كان من الحضور من أهل فلسطين أو من المحاضرين مشكورين، بيضرب وتر في هذا الباب، إن التأسيس الوعي ده، تأسيس هذا الفهم السابق لي الفتح اللي إن شاء الله ربنا يرزقنا يا رب نحضره جميعا، يعني حضرناه هنبقى سعداء بده، لم نحضره فهنقابل ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنحاول نجتهد في المسار ده. فاذا المعنى ده كان متبروز هندرك هو احنا بنعمل ايه النهارده، اللي هو الاجابه حتى بتاعت المهندس عمر في اول اللقاء على طب في اباده هناك، طب في ناس مشردين، طب في قصف بيحصل، طب دخلوا الضفه امبارح ده استشهد ابو شجاع، ولكن في حقيقه الامر هو ده وسع هذه الطاقه البشريه من الحضور ومن المحاضرين، اللي في الاخر هي لبنه في ان شاء الله ان شاء الله نهايته، يعني نهايه هذا المسار الفتح والتحرير، شهدناه بها ونعمت، فان لم يكن فيكفينا غرز هذه الفسيله، فنسال الله سبحانه وتعالى قبول ان هو يجعلها خالصه لوجهه في سبيل التحرير ان شاء الله. شكرا جزيلا. اللهم شكرا جزيلا باشمهندس، شكرا لباقي المهندسين الكرام. كانت معنا أستاذة سارة في إدارة الدورة، شكرا لأستاذة سارة ووقتها وجهدها معنا في إدارة الدورة ومشاركتها معنا، وإن شاء الله نلتقي في دورات قادمة، وبإذن الله نلتقي في فتح الأقصى بإذن الله، يعني مشاركين في الفتح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.